الزمالك طبعا بطل الدوري موجود النهارده في قطر، بس عايز اقول لحضراتكم جمهور الزمالك احتل شوارع الدوحه. جمهور الزمالك شوارع الدوحه، مش عايز اقول لكم وصل نادي الزمالك الى الدوحه النهارده بقياده شيكابالا طبعا بطبيعه الحال، وعايز جمهور الزمالك تتحول الدوحه الى تشجيع نادي الزمالك. كله بقى ايه زمالك زمالك، ايه اللي حصل؟ ما بقاش حد في الدوحه لو بيشجع الزمالك النهارده، تحولت جماهير الدوحه بالكامل كله ليه في الاخر؟ فريق مصري، فريق مصري، فرايح هناك، فاللي موجودين هناك كله يتحولوا الى تشجيع نادي الزمالك، وهتافات بقى لنادي الزمالك لانه هيلاعب يوم الجمعه مباراه امام الهلال السعودي، وهي مباراه طبعا انتوا عارفين الهلال احنا غلبناه 4-0 مع الرأفه، بس غلبناه امتى؟ في كأس العالم للأندية، فلعبنا الهلال السعودي الأهلي طبعا اللي هو ثالث أندية العالم واللعب ما في كأس، أيوة كأس العالم للأندية بطل أفريقيا، فلعبنا الحكاية دي مع قدام الهلال، وكان مباراة مش عايز أقول لكم طبعا الزمالك هيقابل الهلال، وأنا أمنياتي والله أنا بحلف على الهواء، بحلف على الهواء اتمنى الفوز نادي الزمالك، لانه في الاخر نتكلم على الزمالك المصري بيقابل الهلال السعودي. ادي شوفوا حضراتكم، يا سلام يا سلام على جمهور الزمالك، شوفوا عامل ايه في الدوحه، لا صوت يعلو فوق صوت زمالك زمالك، بصوا عاملين ايه جمهور الزمالك، فين الكلام ده في الدوحه؟ بيستقبلوا مين؟ بيقابلوا نادي الزمالك. فريق الزمالك راح يقابل الهلال بعد بكره ماتش بالليل تقريبا ساعه 9 بتوقيت 8 بتوقيت القاهرة تقريبا، قدام حضراتكم اهو شايفين، هذا هو الاستقبال الهائل من جماهير وعشاق ومحبي نادي الزمالك لفريق نادي الزمالك بعد وصوله النهارده، وطبعا كان امبارح اتعمل معاهم لقاء قبل ما يروحوا المطار والتشجيع، ويلا تاخدوا البطولة ولازم تفوزوا وعايزين المليون دولار، وادي الهتافات اللي قدام حضراتكم حاجة طبعا بافتتاح لملعب لوسيل، ملعب لوسيل ده اللي هيلعبوا عليه مباراة افتتاح كأس العالم القادمة في نوفمبر القادم، فاحنا شايفين يوم 20 نوفمبر، شايفين حضراتكم رفع الأعلام بقى والبطولات بقى والجماهير بقى والأغاني بقى وإيه والزمالك بقى إيه، عاملين حكاية كبيرة. آدي أعلام نادي الزمالك، وزي ما احنا بنشوف كده في شوارع الدوحة، الجمهور خد الفريق من المطار الى فندق اللي هيقيم فيه نادي الزمالك، وقاعدين بايتين حلفوا ان احنا ما هنمشي ولا هنروح، قاعدين نشجع وهتافات، وعايز اقول لكم اللي بيعمله جمهور الزمالك دلوقتي ما يعني فوق خيال اي حد، فوق خيال، بس بيعملوا استقبال نادي الزمالك، وانا يعني بقول لحضراتكم عشان بس الموضوع ده هنا ما فيهوش اهلي وزمالك، في عندنا فريق موجود في الدوحه دلوقتي، وعندك جمهور الاف المشجعين اللي انتظروا نادي الزمالك قبل 3 ساعات من الطياره ما توصل، قبل 3 ساعات، وهناك رابطه كبيره جدا في الدوحه لنادي الزمالك، الرابطه دي بتجهز بقالها كام يوم، وكان راحوا من كام يوم عشان يشوفوا المعسكر هيبقى فين والفندق هيبقى ايه والترتيبات ايه والماتش هيبقى ايه والجمهور هيبقى كام والتذاكر قد ايه والتذاكر اتحجزت وكله اتحجز وكله تمام، فالنهارده قعدوا يجهزوا ان احنا نحتفل بنادي الزمالك ونوري نادي الزمالك قد ايه له شعبيه قد ايه وجمهور قد ايه واحتفالات قد ايه، زي ما بقول لكم قدام حضراتكم، والله انا كمان يعني لانه في الاخر هنا يقول لك واحد يا جماعه انا النهارده عندنا فريق مصري وانا الاهلي لما بيلعب انا بشجع الاهلي، ولكن الامانه المهنيه بتاعتنا ان احنا كمان يبقى في حدث زي كده مهم ان احنا بنستعرضه ونوري كمان جمهور نادي الزمالك بيستقبل فريقه ازاي، فين؟ في الدوحه، فين؟ نعم انا بتكلم على ايوه بتكلم نعم زي ما انتوا بتشوفوا كده.